عن الكاركترات مرعوب وصويلح ايه وحيدرو وحيدرو كل امل ياخذ لون. فخلينا نتكلم عن الكاركتر، شلون النجم يقدر يصنع كاركتر وهذا الكاركتر يعني يعلم يظل 30 سنه، اكثر من 30 سنه؟ اكثر من 30 سنه. الكاركتر ساعات يعني الاكثر يجي وليد الاحوال. يعني ما يجهز لنا البني ادم، بقول بالمسلسل هالكلمه بتضرب، بقول وهذا الحين اللي انا شايفه بالجيل هذا يعني يصنع له كلمه يفكر انها تضرب لزمه. اي وساعات يمكن تضرب يعني، بس الاغلبيه ماكو شيء يعني. احنا نسميها لزمه. نعم. اللزمه هذه تي وليده اللحظه او ساعات تي من الشارع. يعني تشوف لك واحد كاركتر غريب ودك تمثل دوره بالتلفزيون. يعني مرعوب كان شخصيه موجوده؟ لا مرعوب اصلا ما كان دوري. ما كان دورك؟ اي مرعوب باجع التسجيل يوم واحد كان دور الله يذكره بالخير امين الحاج. اي نعم. اي ابو خالد. اي فاختلف ويا ابو عدنان على اساس قال حسن اقرا، ما قال ما حسن. امين من النوع اللي يعني يحب شعره ويحب انه يكون سقرتي، والدور يتطلب كذي. نعم. اي واختلفوا وقال لي ابو عدنان اقرا الدور مباشر تسجيل يعني. كان انا بعد حزت بخاطري يعني، ام صديقي واخذ دوره قال لي بتقرا ولا بعطي غيرك؟ صحيح. قلت يلا خلنا قريت يعني الدور. يعني تبارك الرحمن ابو حسين، انت قاعد تتكلم عن دور اكثر من 30 سنه علم عند الناس، وما زال اي شخص يحاول يدش في هذا الخط يقولوا له سمير القلاف. يعني تكلم بيوم وليله سويت هذا الكاركتر وتقول وليد اللحظه، يعني هو الكاركتر مكتوب كذي كان؟ لانه انا ذاك الوقت قاعد امثل قدام عمالقه، يا اثبت وجودي. لا. يا ما اثبت. انت كنت شايف شخص كذي اخذت منه؟ لا 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 ارتجلته؟ ولا ارتجلته يعني مكتوب؟ ولا مكتوب ان الكاركتر كذي. قلت لك وليد اللحظه. نعم. من اول حلقه طلع معاي ومشيت بالشيء هذا. نعم. وصويلح نفس الشيء. شلون نفس الشيء؟ كلهم نفس وليدين اللحظه؟ ها؟ لا مو كلهم. قاقوقه مو وليده اللحظه. قاقوقه هذه لزمه. اي قاقوقه كنت انا رايح عند ايام الربيع عند جماعي. اي مخيم. نعم. وكلهم يتحكون لغه الطيور. ها؟ لغه الطيور. لغه الطيور؟ اي والكاسكو. قاقوق 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 كذي سوالفهم. يضيعون الجديد. يقول شو يقولون ذين؟ تأقلمت وياهم. وياي تركبت كلمه على كلمه من حكيهم، طلعت قاقوقه وياي. حتى يسالون اقول هرن هوا هذا قاقوقه قاقوق. يعني هذا بنقول من الشارع الكلام. الفريج نسوا اسمك، قام ينادونك قاقوقه بذاك الوقت. اي هذا الفريج شوي. على سنه من السنين قعدت اطالع بالتليفون ولا بكنزوي بلندن. اي الاماراتيين وكويتيين سيارات ضخمه حاطين صورتي وقاقوقه. قلت يا محمد لا يكون بعد يفكرون انا رجل مهم انزل لندن ويحتقلوني ولا شيء. يعني هالسوالف.